لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أندر إيريرا، نيمريا ماتيتش، بول بوكبا، وثلاثي الهجوم، ودافيد لويز هذا الكرة في الركنية، وبداية بركانية للفرقة المانشستراوية في ملعب لفرقة مانشستر يونايتد. إيماد مع إخوان ماتا يوزع، عدي لوك شاو، تصدي دفاعي أول وثاني، عالطاير لوكاكو أمام فريق السابق تشيلسي، ويعرف هذا الملعب. روميرو طبعا دي خيار إلى الأشواط الإضافية، ماركوس راشفورد وروديغر لعارس أوكي في انتظار كرة بوكبا، وهذا هو راشفورد، لكن تا وإمكانية ماجيتش، كرة في دار الدفاع وبالراس رائعة، لكن بعيدة من كريس مانينج، قلب دفاع يونايتد اليوم أساسي من لويس، دافيد لويس والتصدي على مرتين، روميرو يستنجد بخبرة السنين الطويلة، حارس المنتخب الأرجنتيني سيرخيو روميرو، ويراوغ أشلي يونغ يحضر لشكور لكوفازيتش، يوزع كوفازيتش، فريق تشيلسي يحاول المرور للسرعة القصوى، تعدي الكرة والتسويب رائعة من إيدن هازار، منظومة لندنية بركانية كبيرة في هذه الأوقات، لكن ما زالت النتيجة متعادلة صعبة مع جوزي مورينيو، وهو ما تحضر لأندر إيريرا، التسويب، التسويب من أندر إيريرا، وتألق واضح لمواطن إسباني كيبا، إيدن جورجينو، جورجينو بكرة ممتازة، كونسالو، إيكواين، بعد إيدن هازار. فرصة كبيرة للتانكو الأرجنتيني غونزالو إيكواين أمامنا، القاضي كانت لأزبيليكويتا، وهذا هو الهجوم لفريق تشيلسي، يوزع وحده وحده الأرجنتيني، كان وحده غونزالو إيكواين في فرصة كبيرة بعد مرور 17 دقيقة لعب، لعب الاتحاد راشفورد، التسويب على طول للحارس كيبا، للحارس كيبا هذه الكرة، بيدرو يحاول المرور والعبور، بيدرو والمخالفة، الحكم يخلي اللعب يرجع أملا، البلجيكي يوزع، أي 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 أي، روميرو بامتياز، هل هو في مستوى فريق من قيمة تشيلسي؟ كيبا الاسباني يلعب بالنار، لوكاكو يحاول التوزيع، دافيد نازار هجوم خطير للبلوس، البلوس البلوس، اوماديغير وكرة بالراس يعديها بوجبا، الحاضر بوجبا، بوجبا اللي يوزع في القابض، يا جول، فيها جول، فيها جول، أندر إيريرا جول، الهدف الأول مشاهدينا الكرام لمانشستر يونايتد على تشيلسي في ملعب ستانفورد بريدج بالذات بهدف اسباني أندر إيريرا، كرة ذهبية، كرة خرافية على مستوى يمين دفاع تشيلسي، قادمة من بول بوجبا، وطبعا أندر إيريرا لم يرفض الهدية الفرنسية، ويعطي هذه الابتسامة للجماهير المانشستراوية في ملعب ستانفورد بريدج، خيم على جماهير تشيلسي، وهذه كرة لإيكواين، إيكواين، وليس هنالك تسلل، أو أنه ركز الإسباني، يعدي 10 دقائق من البداية، غدارة كانت على الأرجنتيني روميرو، يطالب بيدرو برضا ضربة ركنية، كيف إفراد يقول له الحارس الأرجنتيني لا يمر، وما زال دي نزار يعدي يوزع، وضربة مرمى لفريق مانشستر يونايتد. هل سيبقى إيدن هازار في تشيلسي الصائفة القادمة؟ راشفورد، راشفورد، راشفورد يوزع، جول، شنو هذا؟ شنو هذا يا بوجبا؟ بوجبا في البداية،
أوروبا أكبر في النهاية، والفرقة المانشستراوية عالمية عالمية عالمية. بول بوجبا أسيست وهدف إلى حد الآن في المباراة. شوف الكرة.